ما شوف هذا هذا ما قاتليش عمر يا بطل هذا بين تاع فرست فرستينا كان ديال فرستين بعد ما السلام عليكم. ما يخفاكمش باللي هذه المقابله حضرنا لها وكنا باغيين باش نديروا نتيجه. انا بريفيري كو دافوار لي 3 بوين مالوريزمون ان بوين تاني سيتي ان بوين كي تري امبورطون باسكو سي ان تيران اللي ما كانش قادر اللي ساعدني هما يعني حنا بالك هما بلوز او موان موالفينه ما ساعدناش ورانا كيما نقول لك فرحانين بالنقطه هذه. كما قلت معكم مش مقابلات كاع ساهلين وانا ديجا قلت باللي سي با لا فين دو موند كون كاع يكون فيها انهزام ولا مي ربي بغا وجبنا نقطه ومازالت المقابلات كاع اللي باقي لنا سي دي ماتش دو كوب اون با لدروا ليرور اوبليجي اون دو بريباري ماتش بار ماتش اون بو با مري على ان ماتش اللي بعيد
وإحنا ما لعبناش الماتش، عندنا مقابلة، عندنا أسبوع قدامنا نحضروا له باش نوجدوا المقابلة الجاية إن شاء الله. مرسي صحيح. بالنسبة السلام عليكم، مباراة اليوم ما يخفاكمش يعني لعبنا ضد فريق اللي راه يعني يسارع من أجل البقاء، ولو يعني احنا فريقنا ثاني مازال ما ضمنش يعني بنسبة 100% لقاء. حضرنا جيد المباراة، كنا عارفين يعني بالمأمورية حتكون صعبة، وإن الفريق اللي جات كتل يعني كما شفتوا في الدفاع صعبنا يعني صعبنا المهمة. حاولنا يعني في الشوط الأول نظن أنه كانت لنا يعني فرصة يعني تاع شريف سيام دي ما نقولوا ما تجسدش الهدف اللي كان نظن يخلي خصم يخرج نوعا ما يفتح لنا يعني لا 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 الفراغات في الدفاع الخصم اللي شفتوه متكتل يعني طيلة اللقاء. الشوط الثاني نظن انهم سيروا المباراة يعني بذكاء، حاولنا ما كان يعني ما قمنا يعني بتغييرات اللي كانوا عندنا يعني المتاحة خاصة يعني في الشق الأمامي. ما نظن انه في مباريات كيما هذه لازم تكون يعني مركز جيدا خاصة في الـ في الـ في, الـ في الهجمات يعني اللي نظلنا مع مرور الوقت تقلقوا اللاعبين شوية في لافاز اوفونسيف. ما كانت لناش يعني هذيك بلوط الأعصاب والاخر نظر أهمية المباراة. مي بون نقدروا نقولوا نقطة يعني تخلينا نكملوا المشوار يعني في نقولوش في ما راناش يعني كما يقولوا في وضعية صعيبة، ممسي ما ضمناش كيما هضرنا البقاء، خلينا نكملوا المشوار باش نعزوا الراسي تاعنا انكور بثلاث نقاط اللي تخلينا نضمنوا البقاء بصفه يعني تاع 90% ان شاء الله في قادم المباريات. الى خمس مباريات ظن انه خمس مباريات نقدروا نكونوا يعني في اقرب وقت ان شاء الله في اريح يعني 100% في سباق البقاء لهذا الموسم ان شاء الله. الله يحفظكم. صح.